أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي أن الأجيال الجديدة من رجال القوات المسلحة والشرطة قادرة على تحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن وصون مقدساته. جاء ذلك خلال تفقده البرنامج التدريبي المشترك لطلبة الكلية الحربية وأكاديمية الشرطة. تفقد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي البرنامج التدريبي المشترك لطلبة الكلية الحربية وأكاديمية الشرطة، والذي تضمن عددا من المهارات القتالية والبدنية وفنون القتال، مشيدا بما شهده من مهارات عالية ومستوى متميز وقدرات بدنية عالية وسرعة بديهة أثناء تنفيذ كافة المهام. كما التقى الفريق أول صدقي صبحي بالطلبة المستجدين من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، وأشار إلى ضرورة تحل الطلبة بأسس وقواعد الانضباط العسكري والتسلح بالعلم والمعرفة والتزود بالثقافة العامة والاطلاع على كل ما يدور حولهم من أحداث، مؤكدا أن الأجيال الجديدة قادرة على تحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن وصون مقدساته ليكونوا دماء جديدة تتدفق داخل صفوف القوات المسلحة. كما أشاد القائد العام بأعضاء هيئة التدريس وبالمنظومة التعليمية والبرامج التدريبية، مشيرا بأنهم يحملون مسؤولية تخريج أجيال جديدة قادرة على استكمال مسيرة العطاء داخل المؤسسة العسكرية. ودار القائد العام حوارا مع طلبة الكلية استعرض خلاله العديد من الموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.